تقيم عمادة كلية التربية للعلوم الإنسانية بالتعاون مع المجمع العلمي العراقي احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، وقال شعبة: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. ومن هنا قال علماؤنا رحمهم الله: تعليم اللغة العربية واجب. اللغة العربية في يوم تكريمها، لغة الضاد والأجداد والأمجاد، وكل شاعر وكاتب بها جاد، فعز العربية من عز أهلها. في هذا اليوم تحتفي كلية التربية للعلوم الإنسانية باليوم العالمي للغة العربية، فاللغة العربية هي هويتنا، ومن اعتز بلغته اعتز بكيانه واعتز بمنهجه وثبت. فاللغة العربية هي اللغة الأم التي نسعى دائما إلى الرقي بها، ونطمح أن تكون هي الرائدة في واقعنا الحاضر. وقد تداخلت اللغات ولا سيما الأجنبية مع لغتنا الحاضرة، فمن اعتز بلغته اعتز بكيانه وتراثه. في يوم اللغة العربية التي نحتفل بها كل عام وكل يوم، فقد نزل القرآن بهذه اللغة وشرفها الله بهذا النزول، لذلك ينبغي علينا أن نعنى بها عناية تامة، وأن ننشئ أولادنا وبنينا وبناتنا عليها وعلى النطق السليم بها. لقد جاء وقت أهملت فيه هذه اللغة، ولكن ثبت وأثبت الزمان أنها لا يستغنى عنها، وقد أحس بها ذلك أمم وجهات عالمية كالأمم المتحدة ومجلس التربية العالمي وجهات كثيرة. فينبغي علينا ألا نهملها. تضمن اللقاء اليوم والمهرجان إلقاء قصائد شعرية وكلمات وتكريم للأساتذة القدماء، أساتذة اللغة العربية، عدد منهم كوكبة من المتقاعدين الذين كان لهم الدور الكبير في إرساء قواعد اللغة العربية وتدريس اللغة العربية في كلية التربية، وأذكر منهم الأستاذ الدكتور محي الدين توفيق وآخرين. المهم تضمن، نتمنى على جامعة الموصل الاهتمام باللغة العربية وإنشاء برامج للحفاظ على هذه اللغة، ونطلب كأعضاء في الرابطة العربية للآداب والثقافة فرع الموصل التي استضافها طبعا المهرجان، نطلب أن يكون هناك مجلس للأمن اللغوي يراقب حركة اللغة عالميا وتأثيرها على المجتمعات.